الله اللي أنا كنت نعرفه حسيته في فترة هو تخلى عليا لأنه سمح بحاجات في حياتي خايبة، فظنيت أنه مش هو الله. صرت عليه، خذيت موقف منه ورفضته، لكن كنت نؤمن أنه فما إله خلق الكون هذايا. في عائلتي، احنا عائلة نحب الكتب ياسر، وخويا مرة هو جه كتاب مقدس باللغة الفرنسية وجاته كتب أخرى، يعني شفناهم قريناهم عجبونا الكتب هذوكم، وكأي كتاب خاصة نحن خلفية مسلمة كتاب حلو لكن باش تؤمن به سؤال آخر. تفرجت على مرة في قناة مسيحية على فيلم كرتون يحكي على الاضطهادات في المسيحيين الأوائل، وعجبني برشا. يعني تسألت قلت إذا بالحق هذي اللي يؤمنوا به يموت على خاطره، لازمني أنا نسأل ونشوف على شنية القصة هذية. وعجبني الولاد الصغير في الآخر قال أنتم ما شفتوا الناس هذوما، هم مش يؤمنوا بفراغ، لو أنتم تؤمنوا بنفس اللي يؤمنوا به ممكن تصليوا معايا. قلت مش نخسر حتى شيء، خليني نصلي معاه. وصليت، وقتها حليت عينيا حسيت سلام كبير وفرح، لأنه كان في وقت أنا كنت بالحق محتاجة فيه الإله في حياتي. بدأت رحلتي مع يسوع وما كانت سهلة، لأنه وقت اللي أنا وأخويا عنا إيماننا في عائلتنا، عائلتنا هي ما إحنا كنا نظن هي يعني مفتوحة وتقبل، كانت ردود فعل مختلفة، ولكن طلب منا احنا نغادر البيت. حملنا صليبنا كما قال يسوع، لكن هو كما وعد انه هو بيتخلص علينا، كان امين في وعده. اعطانا عائلة، اعطانا اصحاب، أعطانا بركات من وعطاني زوج مؤمن، أعطاني إني شجاعة ونعمة في حياتي إن أنا ما نخافش وقت اللي قلنا إحنا باش نعرسوا، والله كان أمين معي وعطاني طفل وعطاولي ولد كما حبيت أنا وسميته إليا، ونشكر رب على كل اللي عمله في حياتي. عندما كان المسيح على الأرض شفى الناس من أمراض مستعصية وقام بعجائب عديدة متنوعة، لم يدعو للعنف من أي نوع، وعلم الناس لكي يغفروا كما يغفر لهم الله رحما، وقدم الله إلها محبا يرغب أن يضحي بكل شيء من أجل أولاده. علم المسيح أن الناس لا يستطيعون أن يعتمدوا على أعمالهم الصالحة لكي يسددوا ديون خطاياهم، فالصالح لا يمكن أن يزيل الطالح. إن دم المسيح وحده يغطي كل خطايانا عندما نعترف مؤمنين به، فنختبر الحرية العظمى عالمين أننا أبرار أمام عيني الله وأننا مقبولون لديه من خلال المسيح. قال الرب يسوع المسيح في بشارة يوحنا في الفصل 25:24: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. أطلب من الله أن يعلن الحقيقة لك فتشرق الشمس في حياتك إذ تختار الإيمان بالمسيح.